قبل ما تظهر مشكله الدوام البتولية اللي هي والدة الاله دوام البتولية اللي عمله عشان هنعظمك لانه انت عارف في 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 تاريخ الكنيسه ظهرت شويه ارتقاط الديسوتيه والغنوسيه حاجات كتيره قوي يعني شككوا في بتولية العذراء وشكلوا في جسد المسيح نفسه لاهوتيا يعني فبرضو يعني أثناسيوس قبل ده كله قال أم الإله والدة الإله اللقب ده خطير بالنسبة لنا جدا سيوتوكوس طبعا خطر لأنه المشكلة كانت في خلق دنيا ان احنا رفضنا الحديث عن اي جسد او روح او كده للمسيح مفترق خلاص طبعًا بعد الاتحاد أثناسيوس قال كيان واحد فيبقى هي ام مين؟ مش ام يسوع زي ما بيقولوا هم كان في ام الله كان في حاجة طلعت اسمها خروستوتوكوس اللي هي ام يسوع ام المسيح سؤتوكوس والدة الاله خروستوكوس ام المسيح بقى اللي هو اللي جيب الجسد ده لا تختلف طبعا تفرق لكن والدة الاله دي عقيدة راسخة في الكنيسة عشان كده حطوها في قانون الايمان وبقى ليها مقدمة نعظمك يا ام النور الحقيقي والدة الاله.